نعم. نتعرف على سيادتك؟ انا بقى لا بقى استاذ باهي، ايه انطباعك ايه عن المشروع؟ حضرتك اول مره تزوره؟ حقيقي انا مش اول مره ازور القناه، وانما جيت القناه قبل كده، بس اول مره ازور مشروع جديد القناه الجديده النهارده. ايه رايك يا فندم؟ اللي انا شفته في البرزنتيشن شيء رائع وشيء كل مصري يفخر بيه، ان احنا عندنا مشروع بهذا الحجم وبهذا الانجاز، وفريق مانيش شرح شرح وافي كل الخطوات اللي اتخذت عشان هذا المشروع وهذه القناه اللي احنا ماشيين فيها ترى النور بعد ايام قليله او بعد شهور قليله يكون في اقتناع، اللي انا بعتبره اكبر مشروع اقتصادي مصري بايدي مصريه، زي ما قيل ان كل الاعمال المصريه هيبقى في العالم. كنت متوقع حاجه زي كده؟ الفكره نفسها انا شخصيا ما كنتش متوقع الفكره نفسها، لكن كان متوقع انه لازم الرئيس السيسي يبدا بشيء جديد بشيء كنا منتظرين. معظم الناس اللي هي عايزه مصر، عايزه استقرارها، عايزه السيسي رئيس مصر، كانت بتنتظر منه مثل هذا المشروع او مثل مشروع مثل هذا يكون له صدى عالمي، قيمه في الدخل القومي، يكون له قيمه في تشغيل عماله مصريه. وانا انا انا سعيد النهارده ان انا سمعت ان باب كبير جدا مفتوح لشباب سينا علشان يعملوا في هذا المشروع الكبير زي ما شرح الحميش. ده شيء وجزء كبير جدا من جمعيه سينا، ان احنا نخلف ايدي عامله من سينا من مجموعات الشبابين والشباب علشان يبقى في حاله من حالات الاندماج، بدل من الكلام اللي بنسمعه والكلام اللي بنشوفه دلوقتي من احداث حقيقي انا بعتبرها فتره وهتعدي والامور هتبقى افضل بكتير خلال الايام اللي جايه، واحنا متفائلين. دخلت كده الرئيس السيسي صاحب القرار بتاع اقامه قناه السويس؟ هو ما فيش شك طبعا هو صاحب القرار باعتباره رئيس الجمهوريه، لكن لا نغفل دور كل الناس الموجودين اللي شاركوا حتى ولو مشاركه بسيطه في انه يضع حاجه في المشروع في انه يساهم مساهمه. انا اعرف ناس من عندي من المنيا كانوا بييجوا يقعدوا بالشهور يشتغلوا، الناس دي بالفعل تستحق كل تقدير. وانا يعني بقترح ان كل شخص ساهم في القناه او اضاف شيء في عمل القناه ان يدعى بصفه خاصه لحضور المهرجان اللي هيتعمل في الافتتاح ده، اقل تقدير نقدمه له، لانه بالفعل الاجيال الجديده هتقول جدي ساهم وانا ساهم. كلمه اخيره، تحيا مصر يا استاذ باهي. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا.